طبعا احنا في مصر كان لينا موقف، والسيسي كتب بوست ادان فيه باشد العبارات قصف المستشفى، لدرجة ان لميس الحديدي كانت متأثرة جدا باللي حصل، وانا مش بشكك في مشاعرها بالمناسبة، لان اللي حصل بشع بكل المقاييس، بس لميس صدقت للحظة ان اللي كاتبه السيسي ده وهي بتستعرض كلام السيسي، صدقت ان هو كاتبه بجد، اتعشمت، قالت بقى هيقول الكلام ده في وش بايدن في اللقاء اللي كان المفروض يبقى النهاردة في الاردن واتلغى. شوفوا لميس قالت ايه. ده كلام السيسي، ده كلام اللي كتبه عبد الفتاح السيسي، تابعت ببالغ الاذى الاسى القصف الاسرائيلي لمستشفى الاهلي المعمداني الثلاثاء الموافق. ما سيقوله لبايدن غدا؟ بنسأل ماذا سيقول السيسي لبايدن غدا؟ هذا ما سيقوله الرئيس غدا. نحن لا نقبل هذه الممارسات، هذه انتهاكات للجيش الإسرائيلي المحتل. لابد من إيجاد حل لهذه القضية، وهذا حق فلسطيني. ما حدث هو قصف متعمد وهو انتهاك صريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية. هذا ما كتبه الرئيس، وهذا ما نتوقع أن يقوله لبايدن غدا. طبعا قمة الأردن اتلغت بعد الجريمة دي، زي ما انت عارف وشفت ومعانا وتابعت امبارح انها اتلغت. ومعانا يا جماعة الخبر، خبر الإلغاء اهو زي ما حضرتك شفت، الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية مع بايدن. عارف ليه؟ لأن بايدن قال لهم أنا مش هوقف الحرب. فقالوا طيب احنا هنقعد معاك نعمل ايه؟ عارف أكتر من كده؟ محمود عباس رئيس السلطة، السلطة بتاعته مش بتاعت حد تاني، قاعد لحد الوقت في الأردن، هو بينتقل من الأردن لفلسطين ومن اللي هي الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية للأردن بطائرات مروحية أردنية. فالطائرات المروحية الأردنية النهاردة فكرت ترجعه تاني الضفة، فجم يستأذنوا من الإسرائيليين، الإسرائيليين يقولوا لهم لا خليه عندكم مش عايزينه دلوقتي. انت متخيل؟ طيب في عندي خبر دلوقتي بيقول ان بايدن على لسان بايدن ان اسرائيل وافقت على ادخال المساعدات عبر معبر رفح الى المدنيين والمقصوفين والمنكوبين في قطاع غزة، وبيقول انه هيقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية، واخد بالك؟ وبعدين بيقولك اصل اسرائيل دولة يهودية بس هي دولة ديمقراطية كمان، وتقريبا هديهم كام؟ هديهم 100 مليون مليار ولا 10 مليار؟ هديهم مبلغ كبير قوي ليه؟ علشان هو راجل حقاني هيدي للفلسطينيين 100 مليون، وهيدي للإسرائيليين مبلغ بمئات المليارات وعشرات المليارات. طبعا الخبر نقلناه لحضراتكم من مصدره.